الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. اذا عجبك الفيديو يا ريت الاشتراك والاعجاب. ندخل على استمارة تسجيل بيانات مؤسسة مصر الخير مجانا، دي مجانية، يا ريت سجل فيها لاي احد يتعرفه المحتاج، سواء كان مساعدات عينية او مساعدات مادية او طلبة او اي احد محتاج حاجة. دي بتقدم كل حاجة مجانا وإن شاء الله خير، أنت مش هتتعب حاجة ولا مش هتغرب أي حاجة. وإذا عجبك الفيديو يبقى ريت سبسكرايب وإعجاب، وإن شاء الله تلقى اللينك إن شاء الله تحت الفيديو موجود الرابط علشان تدخل عليه عشان تسجل بيانات. الأول حاجة الاستمارة تسجيل بيانات مؤسسة مصر الخير مجاني، سواء كان العمالة غير منتظمة أو غيرها. العمالة المنتظمة اللي بتاخد 500 جنيه أو بتاخد مساعدات كراتين أو شنط رمضان، وان شاء الله او شغل، او نبدا الاول بالاسم الرباعي، فانت بتدخل اسمك رباعي. بعد كده ايه الرقم القومي، الرقم القومي يا ريت باللغه الانجليزيه. رقم التليفون. رقم التليفون الاحتياطي ده مش ضروري. بعد كده مثلا بدخل رقم المحافظة اللي انا منها والمنطقة، مثلا الغردقة. العنوان بالتفصيل، اي حاجه العنوان بالتفصيل، طبعا مدينه مثلا او شارع. المهنه او وظيفه عائله الاسره بيكون عامل، عامل عادي او عامل اسره. عدد الافراد مثلا زي ما انت حسب ما انت عندك 3 افراد او فردين، زي ما يكون عدد افراد اسرتك. إيمال مصروفات، طبعا يكون مصروفات، تكون طبعا أي أسرة بتكون مصاريفها كثيرة، والإجمالي دخل الأسرة بيكون مصاريفها بسيطة جدا. مساعدات سواء مادية، مساعدات مادية أو عينية. بعد كده وصف الحالة، مثلا متضرر من أحداث كورونا. ولدي مثلا أسرة كبيرة وأعاني من أمراض مزمنة، أمراض القلب أو الصدر، إن شاء الله ربنا يشفي كل مريض. وبعد كده تديها رسالة.